يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل في عمل وعندي بعض الكفار أخلاقهم يقول طيبة، وأنا محتار في معاملتي معهم، فهل أصافحهم عند الصباح وأسألهم عن حالهم؟ يا أخي لا يجوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين، استقدم عمالا مسلمين ولا تستقدم الكفار، خصوصا لجزيرة العرب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإخراجهم منها، لا تستقدم الكفار، تقول أخلاقهم طيبة ومعاملتهم طيبة تترك المسلمين، هذا لا يجوز. نعم.